لكم ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم بوصفتين سهلين مهلين، اذا كنت تحبوا على حاجه تحضر فيسا في نفس الوقت سهله وزيدة بنينه برشا 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 ويتمشيو مع بعضهم على الاخر. الحاجه الاولانيه عملت لكم كيك، لكن كيك مالحه بالجبن والطن والزيتون، تعمل 66 كيف، وكما تراو من داخل كيفاش الالوان، حاجه روعه روعه روعه، وما نحكي لكمش قداشها فاوحه، وتكتشفوا الطريقه من بعد. وزاده حضرت لكم معاها سوب مختلفه زاده على المعتاد، باش تكون بالخضره وبالدجاج، كلها منافع، كلها دي فيتامين، وكلها بروتين خاطر فيها زاده الدجاج، ومعاها اكيد الدويده بنا بنا على الاخر. اون بليس كيما قلت لكم يتمشيو مع بعضهم، خاصه توا الدنيا بارده، حاجه تعمل كيف. وعلى فكره الكيك هذه تنجموا تعملوها مع اي نوع سوب، تنجموا تحضروها كمقبلات، وتنجموا زيدا تعملوها جوتي ليكم انتم اذا كنتم تمشيو تخدموا، الا لصغيراتكم اذا كان يمشيو يقراو، تحضروها لهم، تقصوها دي مورسو، تحطوها في بابيي سيلوفان وهزوها بالصحة وبالشفاء. دونك اقعد معايا وتابعوني للاخر باش تعرفوا كيفاش نحضرهم. بالنسبة للكيك المالحة متاع اليوم باش نستحقوا 200 غرام فارينة، يجيونا بالضبط زوز كيسين، عليهم 4 كعبات اعظم كاملين، فلفل هنا قصيتو جويد، اخترت اصفر احمر اخضر، حبيتها كي يكون فيها الوان باش تظهر مزيانة. سينو اذا كان ما تحبوش الفلفل تنجموا تعوضوا باي نوع خضرة اخرى ولا تستغنوا عليه. وزيدا تنجمو تستعملو الفلفل اللي متوفر عندكم. كعبة بصل قصيتها جويدة، 100 غرام جبن مرحي، طن نحيتلو الزيت، شطر كاس زيت نباتي تنجمو زيدا تستعملو زيت زيتونة، شطر كاس حليب تنجمو زيدا تعوضوها بالياغورت الطبيعي، شوية معدنوس، شوية زيتون أكحل قصيتو هكايا اطروف، نجمو تستعملو زيتون أخضر. وبالنسبة للتفويح باش نستحقو مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة زعتر، وبالطبيعة شوية ملح. وتوا يجيو نوريكم طريقة التحضير. أول حاجة نبدأ بها نخلط الخضرة الكل مع بعضها، يعني نشيح الكل مع بعضه، باش من بعد تجينا الجاتو ديجا فيها كل شيء مخلط، ما تكونش معناتها البصل لوحده، الفلفل لوحده، كل شيء وحده، باش في نفس الوقت ما يتيحوش اللوطة، خاطر لازم نخلطوا الفارينة معاهم الكل باش هكاكا ما يتيحوش. نضيف زيدا المعدنوس، الفارينة الكل، الطن، الزيتون، عسيلو تجي مشخشخة بنينة 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 تهبلو كيما ترى المكونات متاعها بالحق بسطع على الاخر، الجبن، نفوحوها بالزعتر، فلفل اكحل، وشوية ملح، مانيش نكثر برشا خاطر ديجا جبن مالح. هذوما كل توا نخلطهم الكل هكايا في الشايح بالقدي بالقدي، خاطر اذا كنت تحطوهم تحطوا معناتها تركضوا العظم وحده ومن بعد تضيفوا له هذوما بالوحده بالوحده، راهو المكونات الكل يتيحوا لكم لوطه كانكم باش تعملوا جاتو مثلا، نقولوا احنا باللوز ولا بالبفريوه، وتحطوا البفريوه من فوق وتيح لكم لوطه، هذيك علاش ضروري تخلطوها مع الفرينه. حاجه اخرى نحب نقولها لكم، تنجموا زيد تقليوا البصل مع الفلفل مع بعضهم ومن بعد تضيفوهم، سينو تنجموا تعملوهم كيما انا هكايا باش من بعد يطيبوا في وسط الجاتو في الفور. نجيب توا في الصحفه هذه ونفقس 4 كعبات عظم كاملين، الثانيه الثالثه والرابعه، ونخلطهم هكايا بالكدا بالكدا. والحاجه الباهيه في الجاتو هذه ما يستحقش باش تركضوه برشا ولا باش تخدموه برشا ولا تستحقوا هو مضرب كهربائي، لا ما تستحقوا حتى شيء، جوست هكا دوبا ما تخلطوها شويه كها. نضيفوا الحليب شطر كاس، ونضيفوا الزيت شطر كاس نفس الشيء، شطر كاس يجينا معناتها 100 مليلتر 100 مليلتر. نجيب توا الخليط هذا ونضيف له العظم، بسم الله نلم كل شيء مع بعضه، نلم لما، والخليط راهو لازم يكون عاقد شويه ما يكونش جاري كيما تراو ديجا يكون عاقد، ها فماشي اسهل من هكا سهله مهله. اون بليس نجمو تعملوها راهو غوتي، تهزوها معاكم كسوسوا الخدمه القرايه لصغيراتكم ولا حاجه بنينه برشا. وتنجمو زيدا تعملوها كمقبلات ولا مملحات، حاجه تعمل كيف.
ونسيت قبيله باش نقول لكم باش نضيفوا 15 غرام خميره مرطبات يعني باكو كامل. لقيتوا القوام نتاعها كيفاش لازم تكون هكا بالضبط. توا جبت المول هذايا كيما هكايا تنجموا تستعملوا اي نوع مول متوفر عندكم. وباش ندهنوها بالزبده من اللوطه وعلى جنب الكل باش نضمنوا ما تلصقناش. وتوا نضيف لها الخليط الكل. ونحلها هكايا على كامل المول قد قد ونعملها هكايا. حطيتها على درجه حراره 180 درجه نخليها مده 30 دقيقه ونشعل عليها من فوق من اللوطه. نجيو توا للمقادير نتاع الشوربه اللي بالخضره والدجاج بن على بنه وكلها منفع. باش نستحقوا كعبه بطاطا قصيتها دي كوب صغار، كعبه بصل قصيتها جويده، كعبتين سفناريا قصيتهم دي كوب كيما تراو صغار على الاخر، شويه جلبانه اذا كان مش متوفره تنجموا تستغنوا عليها، زدر الدجاج قصيته دي كوب صغار، الدويده مقدار كيس. وبالنسبه للتفويح باش نستحقوا شطر مغرفه صغيره كركم، شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل، شويه ثوم مقدار 4 فصوص هرستهم، شويه معدنوس وعرشه كرافس. هذه باش نحطها كما هي باش تفوح لنا الشوربه بالكدا بالكدا. واكيد باش نضيفوا من بعد الملح وفي الاخر بالكل نعملوا شويه زيت زيتونه باش يزيد يبننها. توا اجي نوريكم كيف باش نحضروها. حطيت شويه زيت نباتي يسخن، توا باش نضيف عليهم البصل ونخليهم يتقليو مليح مليح. نضيف نفس الشيء الثوم ونخليهم يتقليو شويه حتى لين يذبل البصل والثوم مع بعضهم. نضيف لهم توا الدجاج نكمل توا نضيف السفناريا والجلبانة. مانيش باش نكثر برشا جلبانة، البطاطا ديما نخليوها في الأخر بالكل خاطر كيسها ما تفرق. نفوح بشوية كركم، شوية فلفل أكحل، وأكيد شوية ملح. الكركم هذيكا من بعد يعطيها كي لون مستصفر شوية باش ما تجيش الشوربة بيضة. أون بليس نفوح بالكدا بالكدا. نضيف لها مقدار باهي من الماء ونكمل نضيف لها عرشه الكرافس باش تفوحها بالكدا بالكدا وتسيب المطعم نتاعها تجي تهبل. ومن بعد في الاخر بالكل كقريب طيب سفناريا نضيفوا البطاطا ونكملوا زيد نضيفوا الدويده والمعدنوس. وهذه الكيك الملحه نتاعنا حضرت. ما تنساش باش تخليوها تبرد بالكدا بالكدا قبل ما تقصوها. وتوا باش نوريكم كيفاش طلعت معنا من داخل. بسم الله. بنة 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 ريحتها تهبل، فيوحه فيوحه ما نحكي لكمش. مع الشربة متاع اليوم حاجه تعمل كيف. نحب نقرب لكم ونوريكم من داخل قديشها مزيانه. شوفوا الالوان اللي فيها متاع الفلفل والزيتون، حاجه تعمل كيف. معاها زيت المعدنوس بالحق روعه، جربوها وتفكروني. نصور فكره ياسر طياره. كمان زينتها من الفوق بشويه جبن غابي كيما تراو، جات ياسر محلاها. تنجموا تزينوها بالحاجات اللي تحبوها كوسوسوا زيتون عظم، اي حاجه تراوها هكا تظهر مزيانه اعملوها. توا في المرحله هذه باش نكمل نضيف البطاطا، نضيف الدويده والمعدنوس. توا باش نخليوها تطيب في عقلها حتى لين البطاطا تطرى وكل الدويده نفس الشيء تطيب. ومن بعد نسكروا عليها ونوريكم شنو باش نعملوا لها. وهذه الشوربه نتاعنا بالخضره والدجاج حضرت والدويده في نفس الوقت. بنه 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 الريحه ما شاء الله، وكلها فوائد ومنافع، حاجه تعمل كيف خاصه توا عاد في البرد. ما نصورش فما حاجه احسن من هكا. في نفس الوقت ليكم انتوما باش تنوعوا في كل مره انواع الشوربه، ما تقعدوش تعملوا في نوع واحد ولا اثنين كهو هكا، كل مره تعملوا انواع مختلفه. واكيد اللمسات الاخيره شويه زيت زيتونه يبننها، اون بلوس الكل منفع. ديما زيت زيتونه حطوها كي في الاخر بالكل باش ما يفقدش المنافع نتاعو. ان شاء الله يا ربي يكون عجبوكم وصفتنا لليوم. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم، وخاصه في فكره الكيك المالحه. ما تنسيوش كالعاده باش تجربوها وتبعثوا لي الفيدباك نتاعكم على انستغرام. نشوفكم في فيديو جاي. باي باي.